جامعة إسماعيلية الجامعية الأهلية جامعة حكومية منبثقة من جامعة قناة السويس، وطبقا لتوجيهات سيادة الرئيس احنا شغالين ليل نهار علشان خاطر ننجز ملف الجامعات الأهلية، والحمد لله كلنا بالنجاح. احنا النهاردة في حفل استقبال طلاب كلية التجارة الدولية واللغات، عندنا برنامجين من أفضل ما يمكن بالنسبة لكليات التجارة، شغالين على أولادنا كويس، لقاءات تعريفية وإرشاد أكاديمي كويس. الطالب لازم يعرف حقوقه واجباته، لازم يعرف ان الحياه الجامعيه مختلفه شويه عن الحياه ما قبل الجامعيه. احنا دورنا مش التعليم بس وتخريج الطالب، احنا دورنا تثقيفي توعوي، بناء الشخصيه وبناء شخصيه الطالب والانسان المصري. انا سعيده جدا جدا بالتجربه. كليه التجاره الدوليه واللغات في الجامعه الاهليه ليها برنامجين، برنامج الدي ام او الديجيتال ماركتنج او التجاره الالكترونيه، وايضا برنامج الاف ام اي، وده برضو ده يعني في اتجاه قطاع اداره الاعمال، ودول برنامجين غايه في الاهميه، يعني بكونسبت بقى جديد، ما عادتش التجاره التقليديه اللي هي بالمدرسه القديمه التقليديه، لا دلوقتي في برامج. وانا كمان حابه اقول ان دول اول برنامجين، توطئة انه ان شاء الله هيكون في على الاقل برنامجين تانيين مع بدايه العام الدراسي المقبل. المشروع بتاعنا على ارض حوالي 29 فدان، مكونه من 6 مباني اكاديميه، وزائد طبعا مبنى الجامعه، زائد مباني خدميه، زائد غرف تغيير الملابس، الملاعب، عندنا في مبنى المعامل. طبعا جهزنا هنا المرافق والمباني في الجامعه كامله لتناسب المعايير الفنيه في الجامعات الذكيه من الجيل الرابع، برضو جهزنا المباني كامله عندنا اللي تناسب ذوي الهمم، موجوده عندنا الرامبات في اللاندسكيب، حتى في فصول التدريس موجوده جوه الكليات. برامج من احدث البرامج في مجال التجاره، بصراحه عجبتني جدا، والمكان منظم وجميل، والدكاتره متعاونين ويعني مستقبلنا مش بيخوفونا من حاجه، واحنا متفائلين خير ان شاء الله بالجامعه. فكره الجامعه الاهليه كويسه جدا، وثانيا المجالات حلوه جدا ومتاح لنا كل الفرص وحلوه قوي، والدكاتره متعاونين جدا معانا، في نظام، وانا متفائله جدا بالكليه، وانا حاسه ان انا عندي شغف ان انا ابدا حاجه زي كده جديده، وفي برامج جديده جدا احب ان انا ادرسها وكده.